بس هل حاجة. هل الحاجة التانية هتدفع برضه هكلمك بس عشان على هو موضوع هتدفع؟ محمد صلاح، خلينا في موضوع محمد صلاح. ماشي. احنا قلنا ان محمد صلاح ما ينفعش يلعب في القلب، انت عايز تحط زيزو هنا مش على حساب محمد صلاح. اوكي. محمد صلاح لعب شوط صح؟ شوط تاني. في الحتة احنا بتاعته كلنا صح؟ لعبنا الشوط التاني. ماشي؟ عمل ايه؟ جاب جاب جون جون جامد. وضيع فرصتين. صح. دخل جوه الجيم. صح. ما احنا قلنا يا جماعة محمد صلاح كده. حتى لو طول الماتش ما جاش. لو انت وقفته حتى في المكان ده وخليت اخده ان هو ينزل لخط نص الملعب، فانت سرعاته والهجمات يا سيدي نزل الناس على كوس الدايره بس هي بتاعتك ظبطت لما وسيب، عزيز ما انا ونزل اقول لك طيب، تحتيه. وسيب محمد صلاح تمام، ما تنزلوش، لان محمد صلاح بس انت عنده ايه رايك يا سرعات كابتن وائل في زيزو باك رايت؟ مش هيبقى باستمرار لا النهارده. مش ما باستمرار. نقولش باستمرار، انا بقول دي انت بتوظف بص على حاله بص الماتش بص بامكانيات الخصم اللي قدامك. انا شايف الخصم مستواه قليل، فودي واحد بالامكانيات العاليه دي في الحته دي، زود لي الناحيه الهجوميه، وده الصح لان هاني ما كانش تمام بعيد فنيا عن الشوط الاولاني خالص، حلو. حالات دفاعيه طب هي وهجوميه دي ما كانش موجود، تغييره جهنميه ومصر رؤيه كلها اتكلمت عليها. دي حلو. هايله، انا وانا بالنسبه يا لي كويسه سيدي جدا. معاك. لا وانا ماشي. معاك. انا مبسوط لزيزو انا نفسه، اقول لك انا طيب، عايز لا زيزو ما يفوق مع زيزو لعيب المنتخب. كويس. انا عارف. طبعا نجم. انا اقول لك على حاجه، ان الناس كلها في مصر كلمتك ان التغييره دي جهنميه ماشي. صح؟ طيب لو التغييره دي مكان زيزو هو عمر كمال عب واحد وكان عمر تألق، ايه اللي حصل؟ عمر كمال عبد الوهاب انت عايز في بدايه هل الجيم عمر كمال عب واحد عايزه ينزل؟ لا 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 لا، في التغيير التغييره برضه. تغيير عمر يعني كمال انت واخد كان انذار يا ممكن كابتن وائل، تغير عمر كمال. واخد انذار وهو على الدكه، طب وايه يعني واخد وينزل انذار على طب الدكه؟ افرض نزل واتطرد هتقول له ايه؟ ده انت على فكره مدرب. دي حاجه بص تتحط في بص بقى يا الاعتبار. امير، صح. لا يحصل برافو كلام، عليك. لا قدر الله حصل نزلت هيقول لك انت موقف مدرب مش واخد غصب بالك ان عنك، هو اللاعب هو بتاعك انت خد ليه انذار وعلى تنزله الدكه. وانت ليه المجازفه دي؟ انت بتجازف ما انت فاهم عندك، قصدي ايه؟ استنى بس، طب ما انت عندك ناس واخده انذار جوه. ماشي، ما هو اوف هي مثلا هي ماشي، طب ما انت في كان ممكن فرق لما تخرجه واحد برضه. عنده احساس الجيم، لما واحد ياخد انذار وهو قاعد على الدكه هيبقى لا كاشف مش، جدا. لا لا طبعا لا مش ده خلينا نسال اسئله انذار. محدده، انا بس اقول خلينا لك نسال هي محدده. هي طيب نفس كابتن القصه، وائل لو نزل عمر كمال خلي هو بالك ما يمشي الوقف على الخط يا هي كابتن التغييره. وائل. بص انا ما اختلفتش على التغييره، التغييره كويسه، بس هرجع اقول لك تاني، انت ما بتلعبش حد. انا ماشي. عارف ان انت قصدك انت على توظيف بتتكلم اللعيبه، انا عارف توظيف قصدك، محمد صلاح دخلته انا اول معاك في دي ما جدا. لعبته في مكانه بص يا كابتن وائل في شوط هقول ماشي لك يا سيبك. امير، انا مع كابتن وائل جدا، هو قصده على بدايه التشكيله بتاعه الماتش، هو بيوظف اوكي. بعض اللعيبه. طيب عايز اسال طب اسئله هل فيها دي. هل محمد حمدي عجبك؟ لا لا حلو، ما خالص، طلعش ليه؟ كان سيء جدا مش دي النهارده رؤيه عشان مفيش فنيه؟ باك ليفت، في عمر كمال هتقول لي. مفيش صح؟ في عمر كمال بصراحه كان سيء جدا محمد يعني حمدي. عمر طب انا كمال بقول لك يعني انت وحش. برضه عشان عمر كمال واخد انذار وعندك واحد سيء جدا جوه، يعني لو هخسرك هتسيبه عندك حتى حق لو واحد والله، واخد انذار؟ عندك حق ادينا جبتها لك بطريقه تانيه. انا معاك. يعني بص محمد انا في حمدي تفاصيل معاك طيب. فيها، اوفا مش ولا في شريف؟ حالته اوفا ولا شريف؟ في يعني في الوقت ده كان لازم ينزل شريف، اللي هو هو انهي وقت؟ ساعه خبرات. اصابه مصطفى؟ ليه شريف خبرات؟ خبرات صح. اوفا لسه لازم تلعب، تنزل اوفا ده فين وسط الجمهور هنا؟ يعني اوفا بص ما هو نزل الماتش فات اخر كام هو تساعد لا ما نزلش، ما احنا قلنا بقى مش نزل. ايه يا جماعه ده دقيقتين نزل ثلاثه ده دول يعني ده ما تضييع تحسبوش. وقت يا امير. اوفا نزل الماتش اللي فات تضييع وقت. اصلي خدك بس صفقه انا بكلمك لما تيجي تتكلم تلعب خارج ملعبك لازم تنزل الناس الخبرات، واصلا شريف لعيب كويس. تمام. مش بقول لك نزل ناس طيب. خبرات ولعيبه قليله انت طيب. فاهم ماشي. حتى بنت النهارده انا اسف بنت على اوفا عشان من قله خبراته، نازل عصبي بسرعه، عصبي عصبي كل عصبي، عايز يعمل كل حاجه في وقت لكن هو لعيب كويس بس طبعا. مش دلوقتي. احنا ممكن نقدر نقيم كابتن حسام حسن ماتشين بس اتلعبوا على المستوى الرسمي ولا لسه شويه محتاج وقت؟ لا محتاج وقت طبعا، اولا لازم يشوف اجواء المنتخبات والاجواء اللي بره. كابتن حسام اول مره يقود سفينه المنتخب يعني، ودي محتاج حاجة وقت يا كابتن وائل ولا بتقيم؟ طبعا لا محتاج وقت، محتاج وقت، محتاج وقت. ده لا. لازم يتحط في الاعتبار طبعا برضو. بص تمام. انا دايما مش عشان انا بنتقد يبقى اقول لا محتاج وقت، تمام ده كلام، والوقت ده ده كلام هيبين طيب.